أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في شركات التأمين؟ وإذا كان هناك شخص يعمل فيها فهل يجوز لي أن آكل من ماله وأن أقبل هديته إذا أعطاني إياها؟ العمل في الشيء بناء على حكمه، فإذا كان الشيء حراما فالعمل فيه حرام، والتأمين حرام لأن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل، وفيه ربا، وفيه غرر وجهالة، فيه أمور كثيرة. التأمين حرام بجميع أنواعه، التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، فالعمل فيه حرام. وإذا كان هذا الموظف ليس له راتب، ليس له مصروف إلا من هذا الراتب فلا تأكل منه، أما إذا كان له مال غير هذا الراتب ولم تعلم أن هذا الطعام من هذا الراتب فإن الأصل الإباحة، تأكل منه. نعم.